طيب بالمناسبة كان في تصريح يا أستاذة أميرة من السجون المركزية عن هذا اليوم أنه اقتحام الأقسام والسجون في ذات التوقيت ما كانش صدفة. طبعا ال 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 يعني هذا التصريح شايفة ازاي أو هذا البيان؟ ما هو لما ابتدى أول سجن اتفتح وابتدى خدي بالك وقتها كانت الأخبار برضو مش ماشية، فقالك في سجن اتفتح والمساجين هربت، وبعدين ابتدت الجماعة الإرهابية وأعوانها في الميدان وفي الإعلام وفي كذا الداخلية اللي فتحت السجن، وبعدين تاني مرة لا ده الأهالي اللي فتحت السجن، تالت مرة ما بقاش لما بقى في معلومة متكاملة إن في عدد حوالي 10 سجون مركزية اتفتحت في نفس اللحظة. عارفة فتحوهم ليه؟ فتحوهم عشان المساجين قالت في الجرايد وقالت في التلفزيونات، دخلوا علينا قالوا لنا اللي مش هيطلع هنضربه بالرصاص. هم عايزين يخرجوا المساجين من السجون عشان المساجين اللي جايه من السجون البعيده وماشيه في الصحراء وجعانه وعطشانه، اول ما تخش اي حي او اي جزء من المدينه الناس هتصاب بالفزع، لانه بالنسبه لهم دول مجرمين، دول مساجين، دول هربانين. تمام، هم كانوا عايزين إثارة الفزع عند المصريين، وكل ما الفزع زاد كل ما هم تمكنوا من السيطرة. في كتير من الجوامع اللي كانوا هم بيسيطروا عليها وشيوخهم بيسيطروا عليها كانوا لما يلاقوا المصريين مثلا يقولوا ده في ناس جاية تهجم على الحي ده، فالناس تنتظر 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 وبعدين ما تلاقيش حد جاي يهجم على حاجة، يقوم يقولوا لهم بعدها بساعة ولا بساعتين ده في ناس جاية تهجم على الحي، اللي هو إثارة الغضب وإثارة الفزع. ليه؟ لأنهم بيلهونا عن اللي بيحصل، بيلهونا أن بتاع حزب الله هرب وصل سوريا، وأن بتاع حماس هرب ووصل غزة، وأنه بتوع مكتب الإرشاد خرجوا كلموا الجزيرة، وانه الضباط اتقتلت في الاقسام، بيلهوا المصري. ما كانش حد عنده الحقيقه دي للاسف. الناس شافت بس المحلات بتتسرق. طبعا ما هي لما البوليس يرفع ايده هنتسرق، امال هيحصل ايه؟ لما يبقى بيوتنا مش محميه بالشرطه، وانت زي اي بلد في الدنيا فيها مجرمين وفيها حراميه وفيها ناس معتدي اجرام، خلاص يبقى كل الناس هتروح. اكيد هم وكأنهم اشتغلوا لصالح الحرامية والمجرمين، يعني هم كانوا بيكسروا الدولة المصرية وبيعملوا مخطط فوضى سياسي عشان يستفيدوا، وفي نفس الوقت فتحوا المجال بالهجوم على أقسام الشرطة وعلى مديريات الأمن بأنهم يدوا المجال للحرامية والمجرمين ومعتدي الإجرام أنهم يسرقوا البلد، وهم ما كانش عندهم مانع أنهم يسرقوا البلد ويسرقوا الناس في البيوت ويذبحوها في البيوت، حتى ما كانش عندهم مانع، لا يضرهم. الدم المصري ما بيوجعهمش، هو كان بيوجعنا احنا. احنا اللي كنا بنعيط في بيوتنا مش هما، احنا اللي كنا لما بنسمع استغاثات الناس بنعيط، لما بنسمع قصص عن نقيب ورقيب وامين شرطه وضابط مجند استشهد وهو بيدافع عن الاسم عشان الاسلحه الميري ما تتسرقش، احنا اللي كنا بنعيط. طبعا. انما هما كانوا قتله ومجرمين، كانوا وما زالوا وسيظلوا.